جوزي موجوع مطرح العملية، مال هيك قررت أعمل له سبيسيال دينر. موجوع فيه عندي فخاد دجاج. هلأ في بارت بالوصفة اللي أنا بدي أعملها مش قادرة أعمله، فاستعنت بالدكتور فود. بتجيبوا السكين من هون كورتيا، العرق، العصاب اللي عنا، عصاب الفحم. هلا حنتبلهم، ترشوا عليهم زيت زيتون مثل ما بتشربوا الدواء. بتحطوا صويا صوص بالمعلقة مثل هيك، من فوق بتجيبوا معلقة دواء مثل هاي، بتحطوا فيها ملح. حنحط عليها الزعفران، اوريجانو، فلفل اسود، فيها 7 بهارات، ثوم مطحون، واكيد بابريكا. حطوها كتير منيح في طحين، فيكن تستعملوا نشا اذا عندكن، بس انا عندي طحين. يلا نقليهم. بنجيب ملقط ومنقليهم على كل الجهات، وبعد ما استووا بنشيلهم بصحن نضيف. بمقلاية على جنب من قلة الزبدة، روستد جارليك وذ اوليف اويل، حنحطهم فوقهم. حنحط عسل، حنحط صويا صوص، وبنعصر ليمون، ورق سنيتر صينية مثل هيك، بنحط زيت الزيتون، حاجة بنحطهم بالفرن لمدة 7 دقايق. جاهز تذوق. هيدا الصوص حار وهيدا لا، اثنيناتهم فيهم عسل وصويا صوص. واو جنة عن جد. قد ايه بتعطيها على 10؟ 10 على 10 صدقيني. بالعافية.